بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الوافدون على هذا المكان المعظم، على حرم الله وفي أفضل بقعة على وجه هذه البسيطة في مكة وجوار بيت الله وكعبته، نبدأ وإياكم هذه الدروس العلمية في دراسة أحاديث الفتن والحوادث في كتاب جمع أحاديثه وصنفه شيخ الإسلام الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي التميمي. وقبل مدارسة هذا الكتاب، فإن السحاب على حرم الله من صبيحة هذا اليوم متراكب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له سنة وهدي في تراكب السحاب وهبوب الرياح الحاملة له، تصف ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل السحاب وهاجت الريح دخل وخرج، وأقبل وأدبر، حتى إذا تفرج السحاب أو أمطر سري عنه. فسألته رضي الله عنها: لما يا رسول الله إذا تراكب السحاب وهاجت الريح فعلت ما فعلت، تقبل وتدبر؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني ألا يكون عذابا كما كان على من قبلنا، لأن الله جل وعلا ذكر عذاب قوم عاد أهل الأحقاف في سورة الأحقاف في قوله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ونحن أيها الإخوة أيها المسلمون أولى وأجدر بالخوف والوجل ألا يصيبنا العذاب، وهذه ذنوبنا وغفلاتنا وتقصيرنا فاشية منتشرة وإلى الله صاعدة. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووضع عنه وزره، ومع ذلك يعلمنا أن يكون المؤمن أجل وأخوف لله سبحانه وتعالى ومن عذابه. وإذا هاجت الريح علمنا صلى الله عليه وسلم ألا نؤذي الله بسبها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي سنن الترمذي من حديث أبي رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون هيجت عليكم الغبار، أكفأت أوانيكم، أثارت التراب على متاعكم، هيجت عليكم بحركم أو بركم، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أما الكتاب الذي هو محل المدارسة في هذه المجالس كل يوم إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، فهو كتاب الفتن والحوادث. والعلماء رحمهم الله عنوا بهذا الباب من أبواب العلم، فزبروه وسطروه وجمعوا فيه ما ثبت عندهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم داعي الحاجة إلى ذلك، ولتأكد شأنه في آخر الزمان. وأحاديث الفتن والملاحم والحوادث وأشراط الساعة داخلة في علم الغيب، وداخلة في أشراط الساعة التي الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة. أولها الإيمان بأشراط الساعة، ثم الإيمان بالنفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، ثم الإيمان بالقبر والبرزخ وما فيه من العذاب والنعيم، ثم الإيمان بقيام الناس لرب العالمين في عرصات القيامة الرهيبة العظيمة المهيبة، ثم في عرض الناس على ربهم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتطاير الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا خسارته. وكذلك الإيمان بالحساب، وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض لكن أعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثرها وارد. والإيمان بالشفاعات، وخمس منها خاصة به عليه الصلاة والسلام، وثلاثة مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء: الشفاعة لأهل الكبائر ألا يدخلوا النار، والثانية شفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، وثالثة شفاعة في ترقي درجات أهل الجنة فيها. والإيمان بالميزان، والإيمان بالصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، ثم القنطرة بعد الصراط، ثم الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. ما يتعلق بأحاديث الفتن والحوادث هي متعلقة بعلم الغيب ومتعلقة بأشراط الساعة. وعلماء المسلمين رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء عنوا بهذه الأحاديث وبهذا التبويب، فألفوا في أشراط الساعة المؤلفات المستقلة، ومنها كتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد الخزاعي، وهو الكتاب الموسوعي في مجلدين كبيرين، ومنها كتاب النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للحافظ ابن كثير، ومنها الإشاعة في أشراط الساعة والإذاعة في أشراط الساعة
ومن أواخرها كتاب إتحاف الجماعة فيما ورد في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمهم الله. هذه مؤلفات مستقلة في هذا الباب، وهناك مؤلفات ضمن مجاميع الأحاديث ككتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وكتاب الرقاق في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وكذلك ما جاء في السنن، ما جاء في السنن من كتب مفردة في هذا الباب. الكتاب الذي نذاكره في هذا الدرس هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جمع فيه 200 حديث من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. أما المؤلف الجامع فهو الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين، الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيب التميمي، المولود في سنة 1115 في بلدة العيينة، والمتوفى مأسوفا على فقده في سنة 1206 من الهجرة في بلدة الدرعية، وهو المجدد للدعوة الإسلامية في القرن 12 وما بعده. وهذا الكتاب كتاب الفتن الحاجة داعية إليه جدا، والحاجة إلى التفقه فيه حاجة عظيمة في هذا الزمان، حاجة عظيمة في هذا الزمان ليسلم دين المسلم وليعرف مواقع الفتن فيتقيها ويجتنبها لعله أن يكون من عباد الله السعداء. وطريقتنا إن شاء الله هي في قراءة الشيخ للأحاديث، ثم أعلق على ما يفتح الله به مما يناسب المقام على كل حديث لعلنا أن نستوعب الكتاب في هذه المجالس. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. الفتن مأخوذة من الفتن. ما هو الفتن؟ هو إحماء المعدن ليذوب ويتخلف عن الشوائب، كإحماء الذهب، فإنه إذا أحمي بالنار جدا تخلفت عنه الشوائب المصاحبة له من نحاس وفوسفات وغيرها، وكذلك إحماء الحديد ليشكل ويتشكل، فهو مأخوذ من الفتن. وقد جاءت الفتن في آية القرآن دالة على العذاب أو البلاء أو ما يوصل إليهما، إلى البلاء والعذاب. ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه فقال: ونجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي بلاء. وفي قول الله جل وعلا في سورة التوبة: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، فيحتمل معناها لا تعذبني، ويحتمل معناها لا تعرضني للبلاء. تأتي الفتن بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم أي عذابكم.
وتأتي أيضا بمعنى الشدة والعسورة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك، أي بما ابتلوك به من الشدة والبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك منهج الشيخ في الأحاديث أنه جمعها من صحيح الإمام مسلم، وأكثر عنه الجمع في هذا الكتاب، ومن صحيح الإمام البخاري، ومن كتب السنن، سنن أبي داود، وجامع الترمذي الصحيح، وسنن النسائي، وابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، والدارمي، وهذه تسمى بالكتب التسعة. وأيضا انتقى من هذه الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به، ما يصلح للاحتجاج به، أي أنها لا تقل أحاديثه عن مرتبة الحسن لغيره. وستأتي أحاديث ربما فيها ضعف، لكن احتف بها من الشواهد والمتابعات ما تصلح لمقام الاحتجاج. بدأ رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة وعبد الرحمن ابن صخر الدوسي الأزدي القحطاني من أزدي شنوءة، واشتهر بكنيته لهر كان يحمله في كمه، فكني به بأبي هريرة، وهو رضي الله عنه من أجمع الصحابة جمعا للحديث على تأخر هجرته. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، أي في أي سنة؟ في السنة السابعة من الهجرة. فكم تكون مدة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 سنوات ونحو شهرين. في هذه المدة اليسيرة التي لا يتخرج فيها الطالب من الجامعة الآن، حفظ أبو هريرة ووعى أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه انقطع عن العمل وانقطع عن الكسب إلا على ما يسد رمقه ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليحفظ حديثه. وكان يسهر ليله يراجع الأحاديث لئلا ينساها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أوصيك بثلاث: صم 3 أيام من كل شهر، وصل 2 ركعتين من الضحى، وأوتر قبل أن تنام. لأنه كان رضي الله عنه يسهر في مراجعة الحديث وحفظه ومذاكرته، فيخشى ألا يقوم في آخر الليل، فأمره النبي أن يوتر قبل أن ينام. ثم إن أبا هريرة شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، فدعا له النبي بالبركة وضرب على صدره. قال رضي الله عنه: فوالله ما دخل ها هنا حديث ونسيته بعد، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة استشرف تهمة اتهم بها بعد ذلك، حيث قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أي في روايته ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يضربون في الأسواق، أي في معاشهم، وكنت أصحب رسول الله على سداد حاجتي ورمق بطني.
ولهذا حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل من أكثر منك حفظا للحديث قال عبد الله بن عمرو أي بن العاص، لأنه كان يكتب وأبو هريرة كان يحفظ، ومع ذلك محفوظ أبي هريرة أكثر من مكتوب عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. وقد اشتدت مذمة هذا الصحابي الجليل من فئتين من أخبث فئات خلق الله، من المستشرقين الذين حملوا هذه الراية عن الرافضة، فوجهوا سهام نقدهم وقدحهم واتهامهم أبا هريرة وتكذيبه. وليس المقصود أبو هريرة وليس المقصود الصحابة، وإنما المقصود دين الإسلام. ولهذا وجهوا ذمهم لأبي هريرة ليبطلوا كل حديث جاء من جهته، فإذا رد كل حديث جاء من جهته وجهة أمثاله أين يبقى للناس دين الله؟ وأين يبقى لهم عندئذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مسألة جليلة أيها المسلم ويا طالب العلم، افطن لها. نظيرها لما اتهمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالفعل القبيح وحاشاها من ذلك، حيث برأها ربي من فوق سبع سماوات. ليس المقصود عائشة وليس المقصود أبوها ولا أمها ولا قبيلتها، ما المقصود؟ عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة بدلها ألف عائشة، وكون نبينا يبقى عليها من بعد هذه التهمة 5 سنين لا يطلقها ولا يفارقها دل على أنها طاهرة مطهرة مبرأة من فوق سبع سماوات. والله جل وعلا يقول الطيبات لمن؟ للطيبين، والطيبون للطيبات. فإن كانت عائشة ليست طيبة فهذا اتهام لرسول الله، لا بل اتهام لله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال 6، بادروا بالأعمال 6، وفي لفظ بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تأتيكم الفتن التي تفتنكم عن دين الله وعن العمل. وفيه أن الفتن مشغلة للقلوب ومشغلة للجوارح ومشغلة للعبد. وانظر إلى المال، الفقير تبعة المال عليه قليلة وهمه به هم يسير، أما الغني فإنه يكثر من تفكيره في المال حتى في صلاته وفي عبادته، فيشغله المال عن عبادته. كذلك إذا كان له منصب تفكر في منصبه وفتن به. بادروا بالأعمال قبل أن تدهمكم الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم، أي أنها كثيرة ومتتابعة، فلا تمر فتنة إلا ويعقبها ما هو أشد منها الذي ينسيها ويرققها، ينسي الفتنة السابقة ويرققها. وفيه أن الليل، وهذا من الإعجاز النبوي، أن الليل في حقيقته قطع سوداء اجتمعت حتى صار كالقطعة الواحدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تدهمكم فتن شأنها كقطع الليل المظلم. هذه الفتن بهذه الصفة تزداد وتكثر، وكلما قرب الزمان من قيام الساعة ومن نهاية الدنيا كلما تكاثرت هذه الفتن.
واعتبر بهذا أيها المؤمن في حياتك، كنت في صغرك تتمنى أن تنجح في الدراسة فنجحت، فلما نجحت تمنيت الوظيفة والعمل والمكاسب، فإذا نلت ذلك تمنيت الزوجة والأولاد والتوسع من الدنيا، وتمر عليك أنواع الفتن التي تنسي قبلها، والأيام حبلى بأنواع من الفتن كفانا الله وإياكم شر ما تضع، إلى أن تصل هذه الفتنة إلى منتهاها بظهور أشراط الساعة الكبرى. ولهذا في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تدرككم الفتن التي تشغلكم وتلهيكم، تشغلكم وتلهيكم وتصيبكم بالغفلة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أي أنه ما أسرع ما يتغير بسبب هذه الفتن وغوائلها حتى ينفتن عن دينه ويبيع دينه بعرض زائل من الدنيا. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي أن الدين رق والإيمان والاعتقاد في الله عز وجل خف وضعف حتى زايد على دينه، وما كان عنده مشكلة أن يبيع دينه لأجل أن يحصل دنياه، يحلف اليمين الفاجرة وهو يعلم أنه كاذب لئلا يعاقب أو ليأخذ المال أو ينال الوظيفة والجاه. إذا أدركه الدجال، مناه الدجال ورغبه بالدنيا ورغبه بالمال والوظيفة والجاه، فاتبع الدجال وباع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا في لفظ مسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا: يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، أي أن من شدة الفتن وفتن الناس بها أنه يبيع دينه بعرض زائل يسير من عرض هذه الدنيا، لم يبع دينه بالدنيا كلها وإنما بعرض يسير. والحديث فيه الدلالة أيها الإخوة على المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن ينشغل الإنسان عنها، وقبل أن تلهيه وتشغله هذه الفتن المتكاثرة كقطع الليل المظلم التي يضيع فيها حلمه وعقله وإدراكه. وفي هذا إشارة في الحديث إلى أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن. من أين أخذناه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تدرككم الفتن. فيه أن العمل الصالح كما الإيمان، لأن الإيمان عمل صالح، أنه سبب للنجاة من الفتن. وسيأتينا في آخر الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما الهرج؟ الفتن في القيل والقال وإراقة الدماء وتهيج الناس لذلك، العبادة فيها وقت الفتن وقت الهرج مثوبتها كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه حي في المدينة وتهاجر إليه من أطراف الدنيا لفضل العبادة في آخر الزمان، وأنها منجاة لصاحبها من الفتان. هذا حديث أبي هريرة. في سؤال عليه يا أخواني؟ في إشكال عليه؟ نعم.
وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. وزينب كانت امرأة كريمة باديه للصدقة، وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال: أولكم لحوقا بي أطولكم يدا. أول أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أطولهن يدا. تقول عائشة: فأتينا بالذرع، أي المقياس، وذرع أمهات المؤمنين أيديهن، فكانت أطولهن يدا بالذرع. والتشبير من هي؟ سودة بنت زمعة المخزومية القرشية رضي الله عنها، أم المؤمنين، وكانت أول نساء النبي لحوقا به زينب. فعرفنا أن قوله عليه الصلاة والسلام: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، أي أكثركن صدقة. وكانت رضي الله عنها تحب الصدقة وتبذلها، تميزت بهذا بين أمهات المؤمنين. عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا، وهذا بالليل، وقيل يوما لأن الليل يتبع اليوم. خرج يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق الإبهام والسبابة، أي فتح من الردم الذي يمنع سيلانهم عن الناس مقدار هذه الحلقة. وهذا فيه التحذير من هذه الفتنة، فتنة يأجوج ومأجوج. وسيأتي يأجوج ومأجوج أنها من أشراط الساعة الكبرى، يأتي ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله. قالت رضي الله عنها، أي زينب بنت جحش: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ لأنها رأت الفزع في وجهه، وسمعت النذارة، وسمعت النذارة من لفظه عليه الصلاة والسلام. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. والخبث هنا هو الفتنة في الدين، سواء بالشهوات أو بالشبهات. في الحديث من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام يفزع ويخاف، كما أنه يفرح ويرضى، لأن هذا عنوان بشريته. ولهذا قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، خلق من عدم ولحقه الموت، وكان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في الأسواق وتصيبه الجراحات، ويفرح ويغتم. قال: لا إله إلا الله، فيه أنه عند الفزع يستحب تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومما عظم به ربه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومما عظم به ربه قوله سبحان الله. ولهذا جاء في الحديث
أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يكررها: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ففيه ذكر الله عند الشأن العظيم تنويها بهذا الشأن المذكور الله عز وجل عنده. لا إله إلا الله فيه شأن هذه الفتن وشأن فتنة الدجال. ثم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب. ويل كلمة تحذير ووعيد وزجر وتهديد، وأصلها عذاب. قيل إن ويل واد من أودية جهنم السحيقة، من شدة حره لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ولهذا توعد الله بويل أنواعا من المعاصي. ويل للمصلين الذين هم إيش؟ ها؟ الذين هم في صلاتهم ولا عن صلاتهم؟ ها؟ الحمد لله أن الله لم يقل الذين هم في صلاتهم، وإلا كان لحقنا الويل جميعا، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للعرب، لما خص العرب بالحديث؟ للعلماء في هذا عدة أجوبة، فمن أجوبتهم أنه خص العرب لأن العرب وقت الحديث أكثر من آمن من الناس، ولهذا قال في مثله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. والكلام لمن؟ للعرب، لأن الأمم غير أمم العرب. فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الجواب الثاني أنه خص العرب لأنهم حملة هذه الديانة ونقلة هذه الشريعة إلى الناس، بلسانهم نزل أفضل كلام لله وهو القرآن، من أرومتهم وأنفسهم بعث الله خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. في بلادهم مقدسات الإسلام، كعبة الله أينها؟ ها؟ في مكة، في بلاد العرب. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب. ولهذا وجه الوعيد والزجر والتهديد لهم: ويل للعرب من شر قد اقترب. الجواب الثالث أن قوله ويل للعرب خرج مخرج الغالب، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، والمراد بها يا أيها الذين أسلموا، ومراد بها النساء أيضا وإن كان الخطاب للذكور. فخرج مخرج الغالب، مخرج الغالب يراد به العرب والعجم. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هل هذا السجع مقصود ولا غير مقصود؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، هذه الجملة مسجوعة، السجع هنا غير مقصود، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف السجع أبدا، وإنما كان يأتي على السليقة والبداهة. وهذا فيه علم الغيب الذي يفتحه الله عز وجل على رسوله، وإلا فالرسول بشر لا يعلم الغيب. قال الله سبحانه في حق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب إيش؟ لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. لكن ربي جل وعلا يخص من شاء من رسله، من رسله الآدميين وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو من رسله العلويين وهم من؟
من رسله العلويون؟ الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والدليل على أن الله يفتح على رسوله من الغيب، وليس كل الغيب وإنما منه، قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يبهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله إلا من ارتضى من رسول، من حرف جر، رسول لفظة منكرة مجرورة بحرف الجر من، فعمت أي رسول من الإنس وهم الأنبياء أو من الملائكة وهم رسل. ولهذا علم الغيب اختص الله به، من نازع الله في علم الغيب فإنه نازع الله في خصيصة من أخص خصائص ربوبيته، وهذا كفر. ولهذا كفر نبينا الكاهن والعراف والساحر والدجال، لأنهم ينازعون من الله جل وعلا في أخص خصائص ربوبيته وهو علم الغيب. ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هو هذا الشر الذي قد اقترب؟ هي الفتن، وخصوصا أشراط الساعة الكبرى، وخصوصا ما نص عليه في آخر الحديث وهو إيش؟ يأجوج ومأجوج. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق الإبهام مع السبابة. هذه السبابة وهذا الإبهام حلقها، أي هذا المقدار الذي فتح من ردم يأجوج ومأجوج. من هم يأجوج ومأجوج وما ردمهم؟ يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان من قبائل بني آدم، وهم من ذرية يافث ابن نوح، فإن نوحا عليه السلام هو أبونا الثاني. من أبونا الأول؟ آدم. وبعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد والإسلام، ثم مات الصالحون 5: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فصورت لهم تماثيل وصور ونصبت في المجالس، فدعيت من دون الله واستغيث بها من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله من أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. بقي في قومه كم سنة يدعوهم؟ 55؟ نعم، بقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، ولم يؤمن منهم إلا قليل. فدعا على قومه، دعا عليهم بالطوفان والغرق: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله إليه أن أصنع الفلك بأعيننا، فصنع الفلك في مكان قفر. والسفن أين تصنع؟ على جال البحر. فكان قومه المكذبون المعاندون يمرون يستهزئون به: يا نوح تصنع السفينة ها هنا، أين البحر الذي سيحملها والماء الذي سينقلها؟ قال: إني أعلم من الله ما لا تعلم. فجاء أمر الله والطوفان، صبت عليهم السماء صبا ونبع الطوفان حتى من أراضيهم حتى من تنانيرهم، فحمل في السفينة من آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، وحمل فيها من كل زوجين 2 من مخلوقات الله. أغرق الطوفان جميع أهل الأرض،
حتى كنعان. من كنعان؟ ها يا زول، ها ما هي بقبيلة، ها يا شيخ فهد، ابنه. فإن نوح عليه السلام له كم ولد؟ 4 أولاد، كنعان وسام وحافث، سام كنعان وسام وحام ويافث. كنعان هو الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهل عصمه الجبل؟ لا، المعصم بالله. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. استوت السفينة على الجودي، ونزل من فيها من المخلوقات ومن المؤمنين. المؤمنون فني نسلهم، ولم يبق إلا نسل نوح عليه السلام، سام وحام ويافث. ومن نسل هؤلاء أمة الإنس، فمن نسل سام بنو إسرائيل والعرب، العرب العاربة أو العرب المستعربة. العاربة قحطان بن يعرب، والمستعربة العدنانيون الذين من ذرية من؟ إسماعيل عليه السلام. وحام وذريته كل الجنس الأسود من بني آدم، ويافث وذريتهم كل الجنس الأصفر من بني آدم. قال الله جل وعلا في الدليل على أن نوحا هو أبو البشر الثاني في آية في سورة الصافات في سياق قصة نوح، قال وجعلنا ذريته هم الباقين، أي ذرية غيره لم يبقوا. يأجوج مأجوج قبيلتان عظيمتان من ذرية يافث بن نوح، وهم مشركون كفار وسيطغون على الأرض كلها، يؤذون عباد الله، يقتلون أهل الإيمان ويعذبونهم ويهجمون عليهم. ولهذا قال الله جل وعلا في التنويه بهذه الفتنة العظيمة الشنعاء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ما الوعد الحق؟ الساعة وقيامها. وذكر الله لنا في آخر سورة الكهف خبر الملك الجوال الذي طاف الدنيا، من هو؟ ذو القرنين، وليس هو الإسكندر المقدوني كما يوجد في بعض كتب التاريخ، فإن الإسكندر المقدوني ملك مشرك كافر يعبد الأصنام، وكان وزيره إرسطو الفيلسوف المشرك. أما هذا الملك الصالح الجوال الذي طاف الدنيا هو الإسكندر ذو القرنين، الذي طاف الدنيا مجاهدا في سبيل الله، بلغ مغرب الشمس عند بحر الظلمات، وبلغ مطلع الشمس، ثم بلغ بين السدين، فاشتكى إليه أهل تلك البقاع أن يأجوج ومأجوج وكانوا قلة أنهم يفسدون في الأرض ويظلمون عباد الله، فبنى بينه وبين الناس سدا عظيما. بناه بماذا؟ بأن أذاب الحديد والرصاص حتى لبن عليه، لبن لبنا من الحديد والجبال وصب عليها الرصاص. هذا هو السد الحسي الحائل بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين السبابة والإبهام. وثمة سد آخر يمنع سيلان يأجوج ومأجوج على الناس،
وهو سد معنوي يكون إذا آذن الله بانقضاء الدنيا. والصحابة علموا أن يأجوج ومأجوج مفسدون، علموه من القرآن ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسيذكر الشيخ في موضعه إن شاء الله من شرط الساعة حديثا طويلا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه في خبر يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم، نرجي الكلام عليه في موضعه. هذا الحديث فيه الحذر من الفتن، أن النبي فزع وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن زينب رضي الله عنها فهمت من الحديث الهلكة، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ما ذكر خبر يأجوج ومأجوج إلا في التنبيه على هلكتهم وأنهم سيهلكون بهذه الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم نعم تهلكون وفيكم الصالحون. من الصالح؟ المطيع المؤمن الموحد لله المتبع دين نبيه عليه الصلاة والسلام. متى تقع الهلكة؟ إذا كثر الخبث، والخبث هنا أي الفتن التي تصرف الناس عن دين الله. فهو اسم جنس يشمل ماذا يا أخانا أيها المصلي؟ يا مصلي الفتن اسم جنس لما يفتن الناس عن دينه، فيشمل الأخباث كلها الظاهرة والباطنة، خبث الشهوات وخبث الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث تهلكون. بماذا؟ بهذا الخبث إذا لم تنكروه. من ينجو عندئذ؟ من عرف الخبث وتجنبه، من تبصر في الفتنة واتقاها، هذا ينجو. ويدل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم. قالت رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، ثم يبعثون على نياتهم. لا يجعل الله جل وعلا الصالح كالطالح، لا يجعل المؤمن كالكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال ثم يبعثون على نياتهم أي على ما قام في قلوبهم ومقاصدهم مما ينجيهم عند ربهم وهو الإيمان والتوحيد والسنة، أو يرديهم ويوجب لهم غضب الله وهو الكفر والشنآن والبدعة. وفي مثل هذا ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، دل على أن الفتن المقصودة في الحديث الدنيا واتساعها. ولهذا كثرت الأموال وصرفت الناس عن دين الله إلا من رحم الله. مما يدل على هذا يا أخواني أن الناس في حال فقرهم هم أقرب إلى ربهم وإلى وعده ووعيده. سمع الصحابة بقدوم أبي عبيدة عامر بن الجراح بمال الجزية من البحرين. أين البحرين؟ ها؟ أنت
أين البحرين؟ ها؟ لا، قدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال وهو جزية البحرين، الأحساء هي البحرين وتسمى هجر. أما البحرين الدولة المعروفة الآن كانت تسمى دلمون، كانت تسمى دلمون، ولهذا فتحها الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي. قدم أبو عبيدة بجزية أهل البحرين وكان فيها مجوس، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب بأخذ الجزية. سمع الصحابة، سمع أهل المدينة بقدوم أبي عبيدة بمال كثير من البحرين، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، صلاة الفجر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وأقبل على الناس وإذا المسجد مكتظ، فتبسم عليه الصلاة والسلام حيث شهد الصلاة معه من لم يكن له عادة أن يشهدها معه. نظر في وجوههم وتبسم ثم حمد الله وأثنى عليه فقال: أسمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما خشي علينا الفقر عليه الصلاة والسلام، إنما خشي علينا فرط الغنى. نعم، استعاذ بالله من الفقر المدقع المحوج للإنسان إلى غيره في حاجاته الأساسية، مطعما ومسكنا ومأكلا ومشربا وملبسا، واستعاذ بالله من الغنى المطغي. هذا من الفتن، وأعظمها فتنة القتل وسفك الدماء والظلم، وهي منتهى فتنة الشبهات التي أولها هرج وقتل وآخرها انسلاخ من دين الله عز وجل كما ستأتي في الأحاديث. هذا الحديث رواه من؟ ها؟ من رواه؟ عمرو بن عوف. ها؟ عمرو بن عوف؟ لا، الذي خرجه من هو؟ مسلم. ها؟ مسلم. الحديث في مسلم وأصله في البخاري. هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. نعم. وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم. هذا الحديث للبخاري، ولهذا قال في الثاني وله، أي للبخاري. نعم، أحسن الله إليك. وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. نعم، قال وله، أي للبخاري، وهذا فيه عناية المصنف الشيخ المجدد بالحديث، فإنه حفي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر تظهر حفاوته هنا في أمور ثلاثة: الأول في حسن انتقائه للأحاديث، فإنه اختارها من الصحاح، من صحيح مسلم وصحيح البخاري، وكذلك ما ثبت عنده للاحتجاج به من أحاديث السنن ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن أبي عبد الرحمن الدارمي. المظهر الثاني لحفاوته بالحديث عنايته بالتخريج، وهذه صنعة أهل العلم المحتفين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصدر الأول في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم
كانوا يعنون بالرواية، حدثنا وأخبرنا. لما زبرت الكتب وسطرت ومتنت المتون أصبحت الحفاوة بالحديث بعزوه إلى مصادره الأصلية. وأصح كتاب بعد كتاب الله إيش؟ صحيح الإمام البخاري، هذا أصح كتاب. طيب ما هو أصح حديث؟ ما أصح حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أصح حديث أنت؟ لا، أصح حديث ما اتفق عليه من؟ الشيخان. من الشيخان؟ البخاري ومسلم، هذا أصح حديث. يليه في الصحة من فرد به الإمام البخاري، يليه ثالثا في الرتبة في الصحة من فرد به الإمام مسلم، يليه رابعا ما صح عند غير صاحبي الصحيحين. المظهر الثالث من عناية الشيخ المجدد بالأحاديث ترتيب هذه الأحاديث بعضها على بعض في الأبواب، ثم في كل باب بترتيب الأحاديث بعضها على بعض ليفسر الحديث الحديث الآخر، لأن من منهج أهل السنة والجماعة أن القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن، كما يفسر القرآن بالحديث، وكذلك الحديث يفسر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأخذ من معانيها المعنى المجمل من تفسير الأحاديث بعضها ببعض. فعندنا حديث أبي هريرة ثم حديث زينب دل على أن الفتن ما هي؟ هي ما يصرف الناس عن دين الله، كما فسرت الأحاديث بعضها ببعض. قال وله أي للبخاري عن أسامة، هذا أسامة بن زيد بن حارثة، ويلقب بماذا؟ ما لقب أسامة بن زيد؟ أنا ما سألتكم عن أسماء اللاعبين، سألتكم عن منقبة أسامة، يلقب بالحب ابن الحب، فإن أبوه زيد بن حارثة حب رسول الله. كيف كان حب رسول الله؟ سبب ذلك أن زيد بن حارثة بيع في مكة واشترته خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والعرب كان من جاهليتهم أنه يغزو بعضهم بعضا، فإذا غزا قوم آخرون استولوا على الرقاب، فالذكور يكون أعبد لهم أرقة، والنساء تكن سرايا، والعبد يباع ويشترى. جاء الإسلام فسد هذا الباب كله، ولم يجعل بابا للرق إلا بابا واحدا، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله بشرط أن يكون المسترق كافرا. وهذا الاسترقاق لمصلحة هذا الرقيق، ليرى الإسلام ويقتنع به فيدخل في دين الله. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الرق بأنه عجز حكمي سببه ماذا؟ الكفر بالله. ربى زيد عند النبي عليه الصلاة والسلام فأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب زيد رسول الله حبا عظيما، فجاء أبوه حارثة وعمه يطلبون فكاك ابنهم زيد من الرق، فطلبوه من خديجة، فذكرت أنها وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا على رسول الله لما علموا من كريم شمائله وحسن دله عليه الصلاة والسلام، فطلبوه ابنهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا والله بالذي يمنعه منكم
ولكن خيروه، فإن اختاركم فانطلقوا به، وإن اختارني فما كنت تاركا من اختارني لغيره. ففرح الأبوان الأب والعم لأنهم يوقنون أن ابنهم سيتبعهم، وكان يافعا وقتئذ. فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زيد، أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: إن أباك وعمك جاءوا يطلبونك، فإن شئت فانطلق معهم. قال: بل أبقى عندك يا رسول الله. اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه وقومه، ووقتئذ تبناه رسول الله، فإنه صدع في هذا الوادي عند الكعبة، قال: يا معشر قريش، إن زيدا مني وإنه ابني. تبناه لما كان التبني مشروعا، وبقي الأمر كذلك حتى هاجر إلى المدينة فنسخ التبني، فنسخ التبني. زيد رضي الله عنه تزوج زينب ثم طلقها، فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي فاطمة بنت أبي قبيس، فأنتجت منه أسامة. أما زيد فكان أحمر، وأما أسامة فكان أسود، جذبه عرق أخواله. مات زيد، متى مات زيد بن حارثة؟ مات في غزوة مؤتة لما وليها الثلاثة: جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، والثالث من؟ عبد الله بن رواحة. كلهم قتلوا في حرب الروم في مؤتة، ونجى الله المسلمين بمن؟ بخالد بن الوليد. استحضى عليه الصلاة والسلام بأسامة، فنزل منزلة أبيه في المحبة، فلقب رضي الله عنه وعن أبيه بالحب ابن الحب، أسامة بن زيد، وهو راوي حديثنا ها هنا. أسامة رضي الله عنه من حب النبي له كان يردفه خلفه، وكان يصحبه معه، ولهذا أردفه في أعظم المشاهد في يوم عرفة، لما دفع النبي من عرفة إلى أين؟ إلى ميناء، صح؟ صحيح يا أخواني؟ من عرفة إلى أين؟ إلى المزدلفة، إلى المزدلفة، وأردف من مزدلفة إلى ميناء، أردف صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. يقول أسامة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشرف على أطم من آطام أو من أطم، يجوز فيها الوجهان في الجمع، على أطم من آطام المدينة. وأصل الأطم الرجم من الحصى المرتفع الذي يشكل تلاً، ومنه الحصون التي تبنى بالحجارة. أشرف عليه الصلاة والسلام من بناية مرتفعة، من مكان مرتفع، وبيوت أهل المدينة تحته، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ هذا استفهام تقرير، أي أنكم لا ترون الذي أراه، فإن الله كشف لنبيه من الغيب ما لم يكشفه لغيره، لكن ها هنا أخبرهم بما كشف له: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، دل على أن الفتن تنزل
كما أن القطر من السماء يهبط وينزل، وهذا من علم الغيب الذي كشفه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. يرى مواقع الفتن كما يرى مواقع القطر، وهذا الغيب أجمله عليه الصلاة والسلام، لم يفصله ما هو هذه الفتن التي ترى، ذكر منها في الأحاديث اللاحقة والسابقة كثرة المال وفتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده وفي دابته. ومن الفتن التي وقعت في بيوت المدينة من أعظمها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وقبلها مقتل عمر، لأنه بمقتل عمر انكسر باب الفتنة. ولهذا سيأتينا في حديث حذيفة لما قال وسأل عمر أيكم سمع حديث رسول الله في الفتنة، فقال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة، قال ليس عن هذه أسأل، إنما الفتن التي تعصف. فقال له حذيفة وما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن دونها بابا، قال يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن حري أن لا يغلق أبدا. هذا مما كشفه الله لنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا أن المدينة التي هي مأرز الإيمان ومنطلق الرسالة ومشعها في العالم أنها لن تسلم من الفتن، فإذا كان هذا في المدينة فغيرها من باب أولى، دل على أن الفتن في آخر الزمان تعم الأرض، ولا ينجو منها إلا من كتب الله له النجاة. ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن التفقه والتبصر بها الذي نحن بصدده في مذاكرة ومدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. نعم. ولمسلم عن سالم بن عبد الله قال يا أهل العراق ما أسألكم الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نأخذ الحديث هذا أو تعبتم؟ نأخذه ونكتفي به، نكتفي به إلى درس المغرب، لأن الأحاديث إذا كثرت نخشى أن ينسي آخرها أولها، بعض الناس ما يستوعب، الهاردسك ما يستوعب عنده. قال ولمسلم، أي روى مسلم في صحيحه من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر. أما عبد الله ابن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام زكاءين عاما وخاصا. أما التزكية العامة فلأنه من جملة الصحابة، وأما التزكية الخاصة فقوله لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أخت عبد الله، قال نعم الرجل عبد الله لو كان إيش يقوم الليل، دل على أن قيام الليل منقبة لصاحبه. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر لما أبلغته حفصة بهذا فما تركت قيام الليل بعد ذلك. عبد الله بن عمر كان من كاحن رضي الله عنه وكثير التسري، نكح بنت يزدجرد ملك فارس ملك ساسان الذي زال ملكه في عهد عمر، وكان له ثلاث بنات، واحدة نكحها الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأنتجت منه
علي بن الحسين زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. الثانية نكحها عبد الله بن عمر فأنتجت منه سالما راوي الحديث. الثالثة نكحها محمد بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما، فأنتج منها العالم الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو القاسم بن محمد رضي الله عنهم ورحمهم. يقول: وعن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق. المراد بالعراق في عهد الصحابة البصرة والكوفة، لأن بغداد لم تنشأ بعد. من الذي أنشأ بغداد ومتى نشأت؟ أبو جعفر المنصور، بناها سنة 140 على ضفة دجلة، وفرغ من بنائها بعد كم سنة؟ 9 سنين. المراد بالعراق في ذلك الوقت البصرة والكوفة وواسط ونواحيها، لأن البصرة والكوفة مصران مصرهما الصحابة لما فتحت بلاد الحيرة وبلاد العراق، وطهرت من المجوس والرجوس. قال: ما أسألكم، أي يا أهل العراق، ما أكثر سؤالكم وتفتيشكم وبحثكم عن الأمور الصغار وأركبكم للكبيرة. لماذا كانوا يلحون على عبد الله بن عمر يسألونه عن دم البعوض طاهر أو نجس، ودم الذباب طاهر أو نجس، ودم البق طاهر أو نجس؟ قال: سبحان الله، تقتلون الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وتسألون عن دم البعوض؟ ما أسألكم عن الصغيرة، أي أكثر إلحاحكم بالسؤال عن الصغائر وارتكابكم وركوبكم الكبائر والفضائع. وفي هذا دليل على أن المراد بالعراق في المشرق هي هذا البلد الذي منه الفتن. ثم قال: إن الفتنة، يقوله ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا القول ليس من قبيل الرأي. لماذا؟ لأنه ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ، من المومئ؟ من الذي أومأ؟ سالم أو ابن عمر أو الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى المشرق. أين كان النبي لما أومأ بيده؟ كان في المدينة. أين مشرق المدينة؟ هي بلاد العراق، كما يعرفه من درس الجغرافيا وخطوط العرض والطول، فإن الجهة الشرقية من المدينة هي جنوب وسواد العراق. أومأ بيده إلى المشرق وقال: من حيث يطلع قرن الشيطان، يطلع بالفتنة والفتن، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، دلالة على أن من الفتن الهرج والمرج المفضيان إلى سفك الدماء ظلما وعدوانا، وأن يقتل الناس بعضهم بعضا. هذه من الفتن التي وقعت ولم تزل تتجدد في وقوعها. قال عليه الصلاة والسلام: من هنا يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وإنما قتل موسى، أي لئلا يحتج محتج بأن موسى كليم الله عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، حتى ما يحتج محتج أن موسى قتل الفرعوني نصرة للإسرائيلي. متى دخل موسى
حيا وإذا فرعون وإسرائيل يتنازعان ويتخاصمان، فكاد الفرعون أن يفتك بالإسرائيلي، فاستنصر الإسرائيلي موسى، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. من المستغيث؟ ها؟ الإسرائيلي. من المستغاث؟ موسى. موسى ما أراد قتل الفرعوني، وإنما دفعه ليخلص الإسرائيلي، فوكزه موسى، دفعه من جهة صدره. ولكن موسى شديد وقوي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: فوكزه موسى فقضى عليه. هل موسى أراد قتل الفرعوني؟ ها؟ لم يرد قتل الفرعوني، لأن الكبائر لا تقع من نبي البتة، لا قبل البعثة ولا بعدها. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أين؟ من كبائر الذنوب وفضائعها، هذه التي استسهلها الخوارج والدواعش وأضرابهم، فجعلوها أهون ما عليهم لما اتكأوا فيها على فتنة تكفير مخالفيهم بغير وجه حق. قال عليه الصلاة والسلام: لئلا يحتج محتج بذلك، وإنما قتل موسى الذي قتل وهو الفرعوني من آل فرعون خطأ، أي بغير قصد، لأنه دفعه ولم يتحمل ذاك الفرعوني ولم يطق دفع موسى فهلك. فقال الله جل وعلا: ونجيناك من الغم وفتناك فتونا. كيف نجاه الله؟ بأن هرب إلى أرض مدين قبل أن يبعث لموسى بالرسالة. هرب من هؤلاء لأنه ما أراد قتل هذا الرجل، لكن احتمى به حمية الفرعونيين فأرادوا الفتك بموسى، فنجاه الله منهم ومن هذا الغم. وفتناه فتونا، دل على أن القتل، قتل النفس المعصومة مسلمة أو غير مسلمة بغير وجه حق، أنه من الفتنة. ولما تعالم المتعالمون وخرجت الخوارج سفكت دماء المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، أما سفك دم المسلم فهي من أقبح الذنوب وأشنعها بعد الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا في آية النساء في خمسة أنواع من الوعيد رتبها على من قتل نفسا بغير وجه حق، فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، عدوا معي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن قتل مؤمنا بغير وجه حق، ظلما وعدوانا. ألا ما أسهل دماء المسلمين أن تراق في بلاد المسلمين فضلا عن غيرهم؟ انظروها في بلدان المسلمين شرقا وغربا ووسطا، أقتل منهم ألف أو ألفان؟ مئات الآلاف، لا لشيء، وإنما لهوى أو لرئاسة أو لفتنة طائفية. وفي مدى خمس سنوات كم قتل من المسلمين فيما سمي بالثورات أو فيما غيرها من تجشم الظالمين عليهم؟ وأما قتل غير المسلم، فغير المسلم المعصوم لا يجوز أن يقتل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، جاء عند الإمام أحمد زيادة في مسنده بإسناد صحيح، من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. من المعاهد؟ من أعطاه ولي الأمر عهدا، سواء بالفيزا، سواء بالعبور، سواء باللجوء. ويشمل المعاهد الذمي الذي أعطى الجزية عن يد وهو صاغر،
يجب أن يرى أن يصان دمه وعرضه. ومن المعاهد من أذن له ولي الأمر بالمقام إما للعمل أو للتجارة أو للهروب من جماعته أو من بلده، هذا معاهد. ومن المعاهد اللاجئ سياسيا أو اقتصاديا. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، هذا يسمى بالمستأمن، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. من قتل هؤلاء الذين لهم عهد ولو كانوا كفارا في الأصل، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين أو براهمة أو هنادكة أو بوذيين أو غيرهم، ولهم عهد عند المسلمين بالفيزا، بالترانزيت، بالبقاء في العمل، فإنه لا يرح رائحة الجنة لأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن أرض العراق أرض القتل، اجتمع فيها الأعراب والشعوب، وتولدت فيهم العصبيات والطائفيات. فمذهب الخوارج أين نشأ؟ في العراق. ومذهب الروافض في العراق. ومذاهب الضلال نشأت في العراق. ولهذا مما يدل على أن المراد بالمشرق العراق قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. وليس في نجد ذلك الوقت بنيان، أهله بدون الرحل، نجد الحجاز ونجد تهامة. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فأشار إلى جهة المشرق وقال: من هنا يخرج قرن الشيطان، وقرن الشيطان في إثارته للفتن والقلاقل والمحن والهرج التي تفضي إلى القتل وإلى السفك، سفك الدماء. ومما يدل عليه أيضا ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحصر الفرات. أين الفرات؟ في اليمن ولا في الهند؟ الفرات نهر عظيم، هو أحد الرافدين في بلاد العراق، يأتي من تركيا مارا ببلاد الشام في باديتها إلى أن يطأ العراق، وما بين دجلة والفرات يسمى بالجزيرة الفراتية، إلى أن يلتقيان في الشط ثم يصبان في الخليج. قال عليه الصلاة والسلام: يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه من كل 100 كم؟ 99، كلهم يريد أن ينال ويصيب ويأخذ ويستحوذ على هذا الجبل من ذهب، يقتتل عليه من كل 199، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. وهذا من دلائل أن تلك البقاع هي أرض الفتن. وقد ألف أحد علماء الهند، عالم من علماء الحنفية، رسالة بديعة سماها أكمل البيان في بيان حديث من ها هنا يخرج قرن الشيطان، وساق الدلائل على أن المراد بأرض المشرق التي يخرج منها قرن الشيطان هي أرض العراق. وهذا يزداد في آخر الزمان ازديادا عظيما، ولا سيما فتنة القتل على الهوية وعلى الديانة وعلى الفئة وعلى القبيلة. كفانا الله وإياكم المسلمين شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. في أسئلة؟ نعم، اقرب ما أسمعك. ها؟ إذا كان النصراني، اكتب السؤال، الأحسن يكتب السؤال الإنسان حتى ما يطول الوقت، الذي عنده السؤال يكتبه. نعم، يسأل أخونا
عن تحية المسجد بعد العصر، هل إذا دخل الإنسان المسجد له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ تعارض في هذا عمومان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعموم الأول المانع، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عموم مانع للصلاة، وعموم آخر مبيح، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 40 ركعة، صح؟ حتى يصلي ركعتين. فعندنا عمومان، الحنابلة رحمهم الله في أصول الفقه عندهم إذا تعارض العمومان وجاء عموم مانع وعموم مبيح قدم المانع على المبيح، فعندهم لا يصلى نافلة بعد العصر حتى لو كسفت الشمس، لا يصلى، ومن باب أولى لا يصلى الركعتين. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن كل صلاة سبب فإنها تصلى في وقت النهي، كصلاة الجنازة والكسوف والخسوف، إذا خسف القمر بعد العصر نصلي الخسوف؟ هز القوم رؤوسهم. سأعيد السؤال: إذا خسف القمر بعد العصر، أين القمر بعد العصر؟ طيب ليش تهزوا رؤوسكم؟ طيب إذا كسفت الشمس بعد الفجر نصلي الكسوف؟ أيضا لا شمس بعد الفجر، القمر يكسف بعد الفجر والشمس تكسف بعد العصر، فنصلي لأنها من ذوات الأسباب، نصلي لأنها من ذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب أيضا صلاة ركعتي تحية المسجد، على أن هذا المكان الحرم بيت الله له خصوصية. ما هي الخصوصية؟ الخصوصية في هذا الطواف بالبيت، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن خصوصية الحرم المكي أن من طاف البيت في أي وقت جاز له أن يصلي بعد طوافه ركعتي إيش؟ الطواف، إذا كانت صلاته بعد طوافه. أما أن يتنفل نافلة بعد العصر أو بعد الفجر أو عند الزوال فلا يتنفل ابتداء إلا ما له سبب، كتحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف. والله أعلم. اكتب اكتب السؤال. يقول هذا السائل هو صاحبنا: هل يجوز قتل النصراني إذا استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالسنة أو بالرسول؟ هذا النصراني الذي أقام مع المسلمين إما أنه أعطى الجزية فهذا يسمى بالذمي، أو أنه دخل بلاد المسلمين بالفيزة، والفيزة تقوم مقام إذن ولي الأمر، أو لجأ إلينا وقبلنا لجوءه، وهذا يسمى بالمستأمن، فعندئذ لا يجوز أن يهيج إلا إذا وقع في موجب لذلك، إذا سب ديننا أو سب قرآننا أو سخر من نبينا فيرفع أمره إلى ولي الأمر ويعرضه على القضاء الشرعي. فإذا ثبت أن هذا وقع منه استهزاء بديننا أو سبة لله أو لرسولنا أو لديننا أو لكلامنا القرآن لكتابنا القرآن، إذا قامت البينة الشرعية على ذلك فإن عهده يزول وذمته تزول، لكن هذا ممن يكون من القاضي الشرعي بعد تحويل الأمر من ولي الأمر إليه، أما فوضى فلا، ليس ديننا دين فوضى،
ليس ديننا دين فوضى، لا بد من رد ذلك إلى ولي الأمر، فإن لم يكن فيه قضاء شرعي يتحمله ولي الأمر بذمته، والله أعلم. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ هل للعمرة طواف وداع؟ الأصل أن طواف الوداع خاص بالحج، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من كل وجه، أي في الحج، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقد اعتمر نبينا صلى الله عليه وسلم كم عمرة مفردة؟ ها؟ كم عمره عليه الصلاة والسلام المفردة؟ 3 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، هذه عمر مفردة، والعمرة الرابعة التي قرنها مع حجته. في عمره 3 في السنة 6، 7، و8: عمرة الحديبية في 6، عمرة القضاء في 7، عمرة الجعرانة في 8 بعد غزوة حنين. ولم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع بعد العمرة، وقد نفروا معه للمدينة، دل على أن العمرة لا طواف وداع فيها. لكن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، يستحب لمن اعتمر قبل أن يسافر أن يطوف للوداع استحبابا لا وجوبا، وإنما طواف الوداع واجب يأثم بتركه المسافر إذا كان بعد الحج، فإذا لم يطف طواف الوداع وجب عليه ماذا؟ ذبح شاة في الحرم إن لم يرجع ويطف للوداع. استرح استرح. يقول: هل يجوز تطهير النجاسات بالماء المخلوط بالديتول أو بالمنظفات؟ نعم، تطهر النجاسات بالماء وإن خالطه صابون أو إشنان أو ديتول أو مواد كيماوية منظفة، فإذا زالت بهذا التطهير عين النجاسة صح التطهير. بل أزيدكم، لو طهر الثوب أو المتاع أو اللباس بالبخار أو بالهواء الشديد بدون ماء وزالت عين النجاسة وقع التطهير، فإن الطهارة تكون بزوال عين النجاسة، ولا يلزم أن يكون ذلك بالماء فقط. ولهذا شرع في ديننا الاستجمار. الاستجمار هل فيه ماء؟ أبدا، بمنديل أو بحصى أو بتراب يقطع النجاسة عن السبيلين، والله أعلم. ما معنى أنه يعفى عن يسير النجاسة؟ أنا أخشى أن يكون السائل موسوسا، والوسواس بلاء شيطاني مكانه النفس، يوسوس للإنسان ويهيئ له الشيء على خلاف ضده. يسير النجاسة أي التي لا يستطيع الإنسان أن يزول منها، كما في الشيء اليسير الذي يخرج من ريحه أو من أثر برازه ولا يشعر به، أو من بوله ولا يشعر به، فهذا معفو عنه. كذلك من يسير النجاسة إذا بال الغلام الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، إذا بال على فراش أو ثوب أحد فإنه ينضح بالماء نضحا ولا يحتاج إلى أن يغسل، هذا هو يسير النجاسة. والنجاسة عند أهل العلم تنقسم إلى أقسام 3: نجاسة مغلظة كنجاسة الخنزير والكلب وسائر السباع، فإنها مغلظة لأن الخنزير نجس، لو غسلنا الخنزير 70 مرة يطهر، طيب لو غسلناه بمياه البحر كلها يطهر؟ ما يطهر، نجاسته مغلظة. النوع الثاني من النجاسة المغلظة أيضا
دم الحيض، ولهذا لا بد من فركه. النوع الثاني نجاسة مخففة، وهو يسير النجاسة التي لا يراها ولا يظهر لونها أو ريحها على المحل. ومن يسير النجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. النوع الثالث النجاسة المعتادة، وهي ما خرج من السبيلين، وكذلك الدم الفاحش، الدم الذي يخرج من السبيلين، هذه من النجاسة المعتادة، تمييزا لها عن المغلظة وعن اليسيرة المخففة، والله أعلم. سائل يقول: ما الذي أدى إلى ظهور الخوارج وكان كبار الصحابة والسلف بينهم؟ الذي أدى إلى ذلك ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم مما سمعتموه ومما ستسمعونه من أحاديث الفتن، حيث رأى مواقع الفتن كمواقع القطر بين بيوت الصحابة وأهل المدينة. ومن أسباب ذلك رعونتهم وجهلهم وتعالمهم، حيث ظنوا أنهم أعلم من الصحابة، بل كفروا خيار أهل الأرض وقتئذ، بل قتلوا خيار الناس، أفضل الناس في زمن عثمان قتلوه، وأفضل الناس في عهد علي قتلوه. لماذا؟ لأن قتلهم لهؤلاء قام على فتنة التكفير بغير وجه حق، بالظلم والعدوان. كفروا عثمان، فكان من جراء تكفيره أنهم استحلوا قتله. كفروا عليا، وكان من جراء ذلك أن استحلوا قتله. لم يرجعوا للصحابة، بل كفروا من رضي بخلافة عمر، بخلافة عثمان وعلي، ولهذا أجمع الصحابة على قتالهم، على قتال الخوارج، أجمعوا على ذلك. لماذا؟ لفتنتهم العظيمة، جهال ركبوا رؤوسهم عنادا وكبرا وتعالما واحتقروا الصحابة. إذا كان هذا في سالفهم، فلا غرب ولا غرو في هذا الزمان أن يكفر الخوارج علماء المسلمين، يكفرون ابن باز وابن عثيمين والألباني وهيئة كبار العلماء، لا غرب ولا عجب، لما سبق أن أوائلهم كفروا خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كفانا الله وإياكم المسلمين شرهم وشر أمثالهم. هل حقا فرح يزيد بن معاوية بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما؟ هذا غلط، وإنما لم يفرح وحزن وتبرأ أن يكون أمر بذلك، لكن القتل كان في زمنه، ويتحمل يزيد شيئا من هذه الجريرة، وإن لم يباشر الأمر بالقتل أو يباشر قتل الحسين، وحسين رضي الله عنه أفضل منه، والله أعلم. يقول: بالنسبة لموسى عليه السلام يقال إنه قتل مواطن ولا قتل فرعون، لأن المعلوم لدينا أن فرعون غرق، وهل قلت إن موسى قتل فرعون؟ قلت قتل فرعوني، أي من جماعة فرعون، لا أن المقتول هو فرعون نفسه، وإلا كيف يقتله وهو يموت غرقا؟ كيف يقتله قبل أن يبعث إليه؟ المراد بالفرعون أي ما كان من نسل هؤلاء الفراعنة، وما كان منهم، لأن جنس الفراعنة استحيوا بني إسرائيل واستعبدوهم وأذلوهم. أي نعم، هذا هو الفرعون المقتول، وليس المقتول هو فرعون عدو الله الذي ادعى الربوبية، والله أعلم. يقول: ما حكم التصوير بالجوالات؟ هذا يا أخواني من الفتن، التصوير بالجوال، وخلاصة الكلام فيه أنه على ضربين: التصوير بالديجيتال الرقمي إن كان لمصلحة كنشر علم أو تثبيت جريمة فهذا مشروع، وإن كان لمجرد الذكرى أو الرياء، يصور نفسه وهو محرم،
يصور نفسه عند باب الكعبة أو عند باب الحرم أو في جبل عرفات، كما أشغلنا كثير من العمار والحجاج أنفسهم بالتصوير، فهذا من التصوير المحرم، وهو مدعاة للشرك الأصغر بالرياء، يفاخر به عند جماعته وعند من يبعث إليهم هذه الصور عبر هذه الوسائط وعبر هذه الأجهزة، والله أعلم. يقول: ما حكم زكاة الذهب وما هو النصاب الذي يخرج عليه؟ الذهب تجب فيه الزكاة بالإجماع إذا كان مدخراً للكنز أو كان مستعملاً للبيع والشراء أو متخذاً للثمنية، ففيه الزكاة بالإجماع. ونصابه إذا بلغ 20 مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي الصافي. كم يساوي بالجرامات الآن؟ إذا بلغ النصاب 80 جراماً فأكثر ففيه الزكاة من هذا الذهب المكنوز، سواء جنيهات أو سبايك، أو من الذهب المعد للبيع والشراء أو معد للتعامل الثمنية بالدنانير. طيب، يقول: وإذا كان للزينة، إذا كان الذهب للزينة فهل فيه الزكاة أم لا؟ إذا كان الذهب معد للزينة، زينة النساء، يتخذن منه خواتم وغوايش وأقراط وسحبات في رقابهن وفي أيديهن وأرجلهن، إذا كان متخذا للزينة عند النساء فالعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال والزينة. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهذا هو الأظهر لعموم الأحاديث في ذلك، فإن امرأة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها